نشرة الأخبار. المديرية العامة للضرائب في زيارة لإعدادية الإمام البخاري تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وفي إطار تفعيل بنود الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بالرباط، قام فريق عمل تابع لمصلحة التواصل بمديرية الضرائب بثاني زيارة ميدانية لإعدادية الإمام البخاري بالرباط، بهدف تقريب الناشئة من مفهوم الضريبة وترسيخ مبدأ المواطنة الجبائية لديهم. وقد تميز هذا اللقاء التخصيصي بإدراج أنشطة تربوية متنوعة تتمحور جلها حول شرح وتبسيط مفهوم الضريبة والهدف من استيفائها، وذلك عبر تقديم مجموعة من الأدوات التربوية على شكل فيديوهات وكتيب تثقيفي وملصق، بالإضافة إلى لعبة إلكترونية حول كيفية استخلاص الضريبة والمشاريع العمومية التي تتحقق بفضلها. وقد تخللت هذه الصبحية كذلك وصلات ترفيهية أبان خلالها التلاميذ عن تفاعلهم الكبير بمدى أهمية هذا الواجب الوطني، عبر تقديم مسرحية حول ضرورة أداء الضريبة ومجموعة من الرسوم التعبيرية إلى جانب نشيد إذكاء المواطنة الجبائية. نشرة الأخبار.